حزن وغضب كبير جدا عند كل جمهور الزمالك بعد نهايه مباراتهم مع بيراميدز بالتعادل 0-0 على ارضيه استاد الدفاع الجوي. خليني اكلمكم على كواليس اللقاء اللي جمهور الزمالك اللي حاضر للملعب النهارده وحاضر للمدرجات بيهزر لاعبته بهتاف الدوري يا زمالك وبالدم بالروح. الماتش مش هيروح من قبل بدايه اللقاء، لكن خليني اقول لكم اللي قبل بدايه المباراه طبعا كان في لقطه محترمه جدا في حضور اطفال صغيرين من اهلي مصر من مصابي الحروق، واللي كان احد الاطفال الصغيرين كده طالع بالكره وسط تسقيف كبير جدا من كل الناس اللي كانت موجوده. كان واضح بقى حضور احمد فتحي الخاص كده اللي كان مصطحب معاه اربع اطفال، كل الناس نازله بطفل، لكن احمد فتحي كده كان ملتف حواليه اربع اطفال اثناء نزوله في لقطه محترمه جدا. لكن خليني اقول لكم طبعا النهارده بدا بقى على طول مستر باتشيكو المدير الفني لبيراميدز والسابق للزمالك بدا يجري على طول كده قبل بدايه اللقاء عشان يروح ويسلم على كل دكه الزمالك ويدخل في وسط ضحك وهزار ما بينه وما بين مدرب حراس الزمالك اللي بدا يقف ويهزر معاه ويتكلم معاه اثناء يعني مصافحته، وبدا على طول يصافح لعيبه الزمالك وبدا يسلم على كل دكه الزمالك قبل بدايه المباراه. النهارده بقى في حضور خاص كده لعدد من الجمهور بيراميدز اللي واقف وبيهتف للاعبتهم بشكل كبير جدا وبيدعمهم بشكل قوي جدا وبيهتف لهم بشكل كبير في المدرجات، وفي حضور خاص النهارده لزوجات عدد من لاعيبه بيراميدز اللي متواجدين في المدرجات واللي بيتفاعلوا بقى مع هتافات جمهور بيراميدز وبيبداوا على طول يهتفوا وراهم كده اثناء تواجدهم في المدرجات. جمهور الزمالك بيهتف بشكل دايم وبيدعم لعيبته بشكل دايم اثناء المباراه النهارده. لكن خليني اقول لكم التفاعل طبعا واضح على الدكتين، مستر فيريرا على طول بيطالب لعيبته بالتوغل كده والدخول واختراق صفوف ودفاعات نادي بيراميدز من الوقت للتاني وبيبدا يحمسهم وبيبدا يطالبهم بالتركيز اكتر من مره، ومستر باتشيكو واقف على طول بيوجه لعيبته على طول بيطالب لعيبته بالتركيز المستمر اثناء اللقاء، بيبدا على طول يعني الحوار المستمر يظهر على الدكتين دكه بيراميدز ودكه الزمالك. اللعيبه بيبداوا يدخلوا مع بعض في وسط حوار وحديث. لكن خليني اقول لكم ان النهارده طبعا اول لما انتهى الشوط الاول بدا على طول يكون بقى في حوار خاص كده ما بين مستر فيريرا وما بين كابتن اسامه نبيه، اللي بدا مستر فيريرا يقف ويتكلم معاه وبدا يعني ياخد او بدا يوجهه على بعض التعليمات الفنيه اللي هيتم توجيهها للاعيبه الزمالك في غرف الملابس، وبدا بقى يكون في خروج خاص النهارده ليه عبد الشافي مع طبيب الفريق بعد نهايه الشوط الاول، وبدا يدخلوا غرف الملابس وبدا ياكد له ان هو مش هيقدر يعني يكمل اللقاء، وده بقى اللي تم على اساسه تغيير عبد الشافي في بدايه الشوط الثاني. في حضور خاص النهارده الامير مرتضى منصور في المدرجات اللي بادئ وباين عليه التفاعل اثناء تواجده في المدرجات وباين عليه التركيز القلق باين بقى على مسؤولي يعني الفريقين في المدرجات من اعضاء مجلس الاداره اللي قاعدين ومركزين قوي وباين عليهم التفاعل وباين عليهم القلق سواء مسؤولي بيراميدز او مسؤولي الزمالك اللي متواجدين النهارده في المدرجات. النهارده طبعا القلق دوت برده كان باين وكان واضح جدا على الونش وعلى عبد الله جمعه اللي بيأزروا الزمالك النهارده من مدرجات استاد الدفاع الجوي اللي باين عليهم التركيز الكبير جدا اثناء تواجدهم في المدرجات. طبعا بقى بدا النهارده يكون فيه هتاف خاص ودعم خاص من جمهور الزمالك اللي بدا يعني يهتفوا للاعبتهم كده من الوقت للتاني، العب بقى يا عم خلي عندك دم. اول لما بدا الدقيقه تيجي 74 وبدا يظهر عليهم القلق الكبير جدا. لكن خليني اقول لكم النهارده اللي احد لاعبي بيراميدز بقى هو الاول لما تم تغييره النهارده بدا على طول يظهر عليه الغضب من عمليه التغيير، وبدا بقى على طول كابتن محمود فتح الله هو اللي ياخده في حضنه كده ويتكلم معاه عشان يهديه عشان ما يكونش ليه اي اعتراض وما يكونش ليه اي رد فعل غاضب اثناء خروجه النهارده واثناء مغادرته للملعب. باين بقى طبعا التفاعل النهارده على كل دكه الزمالك اللي واضح القلق عليهم في اللحظات الاخيره، الكل قاعد مع بعضه كده والكل بيتكلم. اول لما تم بقى تغيير النهارده سيف الجزيري وسيف فاروق جعفر بدا على طول يدخل معاهم او يدخلوا كده في وسط حوار وفي وسط حديث كده ما بينهم وما بين بعض على الدكه اثناء تواجدهم، وبدا على طول سيف الجزيري يتكلم مع العواد. لكن بدا بقى سيف الجزيري يعاتب سيف فاروق جعفر كده على في احد الكور، وبدا على طول بقى سيف جعفر كده يعني يقول له انا متاسف اثناء تواجدهم على الدكك. باين بقى الحوار المستمر وباين القلق بقى على دكه يعني بيراميدز اللي بدا اول لما تم تغيير احمد فتحي كده بدا على طول يستعين يعني المدلكات كده على طول على الخلفيه، وبدا ده اللي ظهر على مصطفى شلبي هو كمان اللي خرج النهارده مصاب، وبدا على طول طبيب الزمالك يروح عشان يعمل له يعني شد كده او اطالات للسمانه، وبدا على طول يعني يكون في تدليك ليه من الطبيب للسمانه. طبعا تفاعلات بقى في
اللحظات الاخيره بدات الدنيا تشد جدا على جمهور الزمالك اللي كان فيه لقطه غريبه جدا بتحصل من الجمهور النهارده، وانه الجمهور كان بيزوم على محمد صبحي حارس الفريق واللي كان ظاهر بشكل محترم جدا النهارده، كانوا شايفين ان هو بيتاخر في عمليه الاخراج او نقل الكره للاعيبه الزمالك، وكان عايزينه يتسرع كده في نقل الكره، وده بقى اللي بدا يعمله صبحي في اللحظات الاخيره، بدا يشوط الكره اي حاجه كده بسبب يعني صياح الجمهور وبسبب يعني هجوم الجمهور عليه من المدرجات، وده بقى اللي عمله برده جمهور الزمالك اول لما تم يعني استدعاء كده عمرو السيسي، بدا على طول اكتر من حد من جمهور الزمالك المتواجد في المدرجات يصفر ويقولوا لا كده من المدرجات، وده برده اللي خلى دكه الزمالك غيرت وبدات تستدعي يعني سيف او يعني احد اللاعبين الاخرين مكان يعني عمرو السيسي عشان يتم تغييره، وده بقى اللي خلى عمرو السيسي رغم ان كان الزمالك استاله برده تغيير، لكن عمرو السيسي فضل واقف على الدكه ما راحش او ما رجعش يكمل عمليات الاحماء مع لعيبه الزمالك اللي كانت متواجده وبتكمل عمليات الاحماء، لكن خليني اقول لكم اللحظات الاخيره طبعا كانت مشدوده عند دكه او على كل جمهور الزمالك اللي على طول بيزعق في المدرجات وعلى طول بيطالب لعيبته بالتركيز ومحاوله الخروج، وبدا يهتفوا كده يعني اسم الزمالك كبير عايزين لعيبه تلعب بضمير، وبداوا يهتفوا لهم وبدا يكون في غضب قوي جدا موجود عند الجمهور في المدرجات. طبعا اللحظات الاخيره بقى على الدكتين مشدوده جدا، دكه بيراميدز بالكامل واقفه وبتتفاعل على خطوط كده في اللحظات الاخيره على امل ان بيراميدز يخطف هدف الفوز في اللحظات الاخيره، دكه الزمالك بالكامل واقفه وبالكامل بتتفاعل لحد اللحظات الاخيره، هي كمان الكل واقف والكل متفاعل بشكل كبير جدا. طبعا اول لما انتهى اللقاء غضب قوي جدا واضح بقى على كل جمهور الزمالك اللي متواجد في المدرجات واللي هاجموا لاعبتهم بشكل قوي جدا، وبدات بقى تحصل مشاهده كده ما بين عدد من الجمهور اللي متواجد في المقصوره وما بين زيزو اللي يعني على طول اللعيبه دخلته، وبدا على طول الجمهور او احد المشجعين كده يقول يعني للاعيبه الزمالك عرفوه اللي هو بيلعب في الزمالك وان الجمهور ما فيش حد بيقف يتخانق معاه، وبدا على طول بقى في هجوم من اكتر من حد من الجمهور على اللاعبين اثناء دخولهم. طبعا جمهور الزمالك واضح عليه الغضب واضح عليه الحزن الكبير جدا، الغضب بقى واضح على محمد صبحي اثناء مغادرته كان طالع متضايق جدا وكان طالع غضبان جدا من يعني اسلوب او تعامل جمهور الزمالك معاه النهارده، رغم ان هو اللاعب يعني ادى بشكل محترم جدا وبشكل قوي جدا لكنه كان واضح ان هو متضايق، وبدا على طول مدرب حراس الزمالك كابتن ايمن يقف ويتكلم معاه، بدا على طول اكتر من حد من لعيبه بيراميدز توجه وتسلم على لعيبه الزمالك اللي واضحه ان هم يعني غضبانين وهم طالعين، وواضح ان هم متضايقين جدا النهارده من النتيجه، لكن الكل على طول من لعيبه بيراميدز ولعيبه الزمالك بيصافحوا بعض في لقطه محترمه، عبد الله السعيد بدا يتبادل التيشيرت ما بينه وما بين احد يعني لاعبي الزمالك النهارده، وبدا على طول ياخد تيشيرت الزمالك كده ويدخل لغرف الملابس. طبعا حزن كبير واضح على كل جمهور الزمالك اللي بيغادر في حاله صدمه وحاله حزن قوي جدا بعد التعادل النهارده مع بيراميدز بنتيجه 0-0. بنقول النهارده لكل يعني الجماهير وكل اللاعبين النهارده كانت مباراه قويه ما بين فرقتين اقوياء، يعني نتمنى باذن الله لكل المباريات الدوري العام تكون بالنديه وبالقوه يعني اللي احنا بننتظرها في مباراه الدوري الممتاز. Thank you.